بس خلينا دلوقتي طبعا نصبح على حضراتكم وتعالوا نتابع معاكم كده احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا معاكم جولتنا من القاهره وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركه بدايه من المظلات وحتى منطقه وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعه لو مشينا الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، ظهرت كمان سيوله مريه بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا الى القلعه، لكن عند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش اللي انتظمت عليه حركة المركبات وصولاً إلى المعادي وحلوان. الكورنيش من المظلات إلى منطقة وسط البلد شهد كثافات مرورية متحركة، ونفس الأمر في الاتجاه المعاكس. ونروح معاكم للجيزة، وفي سيولة مرية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان، لكن بالنسبة لشارع السودان أمام محطة مترو الجامعة فظهرت كثافات مرتفعة القادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، يعني معظم شوارع الجيزة فيها سيولة مرية ما عدا الشوارع المغلقة بسبب بعض أعمال التطوير. ونروح لمحافظة الإسماعيلية وهنلاقي أن طريق عثمان أحمد عثمان الرابط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة سير السيارات. الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرية حتى مبنى المحافظة والجامعة، لكن الطريق المتجه إلى إسماعيلية فيها سيولة مرية وخاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق في بعض الكثافات المرية لكنها متحركة. هنروح معاكم لمحافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج والطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي فيه سيولة مرية، كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، في كثافات مرورية غير مؤثرة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا المرورية خلونا ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية، نشاط رياح على كافة الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 26، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 32، وأقل درجة حرارة في مطروح 22 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.